معنا الأخ أبو عمر من بريطانيا. السلام عليكم أخي أبو عمر. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله. تحياتي إلى فضيلة الشيخ والإخوة الكرام على هذا البرنامج المفيد. حياك السؤال الله. قد يكون مكرر، ولكن سمعنا مؤخرا أن كنا بنصلي في السيارة. حكم الشرعي للصلاة في السيارة أو في القطار أو في الطائرة؟ مؤخرا سمعنا أنه قد يكون عليه نوع من الكراهية ولا بد من الصلاة على أرض صلى، وجزاكم الله خيرا. وإياكم، حياكم الله أخ أبو عمر. شيخنا، حكم الصلاة في السيارة، في القطار، في الطائرة؟ نعم، بالنسبة لصلاة النافلة لا حرج فيها في كل ذلك، ويصلي الإنسان على جهة توجهه، أن توجهت به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ناقته وصلى على حماره متجها إلى خيبر على عكس القبلة، وصلى على بعيره متجها إلى نجد والقبلة عن يمينه، فلا حرج في النوافل في ذلك، وقبلته هو الاتجاه الذي يسير فيه، سواء كان في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في أي شيء يركبه. أما الفريضة فإنه لا بد من إقامتها، وليست مثل النافلة، فلذلك لا بد فيها من استقبال القبلة، ولا بد فيها من إقامة أركانها ما قدر عليه الإنسان منها، وذلك لا يتوافر في السيارة، وإن كان ممكنا في السفينة البحرية وفي الطائرة وفي المراكب المتسعة، فيتجه الإنسان إلى القبلة، وإذا دارت الطائرة أو دارت السفينة عن القبلة دار معها، ويركع ويسجد على الأرض ويجلس، وإذا لم يتمكن من السجود مثلا فإنه يومئ إلى السجود من جلوس، ويومئ وإذا عجز كذلك عن الركوع يومئ إلى الركوع من قيام. إذن يجوز صلاة الفريضة في الطائرة شيخنا؟ يجوز في الطائرة أن يكون مستقبل القبلة، أن يذهب إلى الباب أو إلى مكان متسع فينظر إلى جهة القبلة، ويحرم وهو قائم ويقرأ ويركع ويرفع ويجلس. ربما في حرج يعني في الطائرات العامة شيخنا، في السفريات العادية يعني عادة في حرج بهذا الموضوع، يستطيع على كرسيه أن يصلي؟ لا لا، ما يصلي عليه إلا إذا كان الوقت ضيقا جدا ولم يستطع الجمع، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، كما كان في صلاة الفجر وعلم أن الشمس ستظهر قبل أن ينزل، فحينئذ يتجه إلى القبلة ويقف أمام كرسيه ويحرم، فإن كانت القبلة أمامه فإنه يقوم ويركع، وإذا جاء وقت السجود يجلس على الكرسي ثم يومئ إلى السجود، ويجلس ثم يومئ إلى السجود مرة أخرى، ثم يقوم ويقرأ ويركع وهكذا، وإن كانت القبلة على عكس سير الطائرة، كانت في خلف الطائرة، فإنه يحرم أمام كرسيه متجها إلى الخلف، فيقوم ويقرأ قائما ويركع، فإذا حان وقت السجود أومأ إليه من قيام، وكذلك الجلوس يومئ إليه من قيام حتى يكمل صلاته. وهذا محل إذا عجز عن مكان آخر نهائي، فما دام يمكن أن يجد مكانا يصلي فيه على يعني ربما شيخنا الطاقم المضيف مكان متسع، طاقم الطائرة شيخنا يتضايق من هذا، يعني يريدون أن يمروا ولو لكن التضايق لا يسقط الفرض، إنما إذا أكره الإنسان ومنعوه فقط هذا الذي يحل له أن يفعل ما ذكرنا. طيب